هاشتاجنا لليوم حلب تحترق، الهاشتاج اللي تصدر قائمة الترند العالمية الفترة الماضية. بس شو الهدف أصلاً من إصدار الهاشتاجات؟ إنه نحكي للعالم اللي عم بيصير بحلب وإنه حلب عم تحترق. هل هاد هو الشيء المهم؟ بالحقيقة لا، الأهم إنه نحكي مين عم يحرق حلب. حلب لا تحترق، النظام وحلفائه يحرقون حلب. العالم لما بلشت تتغرد على هاشتاج حلب تحترق كان بدها تفرجي إجرام النظام، وانصبغ تويتر وفيسبوك باللون الأحمر. بس على الجانب الآخر، المؤيدين وشبيحة النظام استغلوا الهاشتاج وانتشاره وصاروا يغردوا وينشروا صور يتهموا فيها المعارضة إن هي عم تحرق حلب، وحتى صاروا ينشروا صور مأخوذة للضحايا بالمناطق المحررة ويكتبوا إنه هاد إجرام الإرهابيين. لهيك المرة الجاية لما بدنا نعمل هاشتاج لازم تكون لغتنا محددة ضد المتسبب بالحريق. حلب لا تحترق، حلب يحرقها النظام وحلفائه.